والحقيقه كيراش اعلن بالامس في المؤتمر الصحفي اللي اجراه ان قفشه غير جاهز لمباراه الجزائر بسبب اصابه عضليه خفيفه، وهو قال انه مش عايز يغامر بيه. فهنبتدي بقى يا نهاوند نسمع النوع ده من الكلام. ابننا مش عارفه ابننا اخد عين ولا ايه، بس ايه اللي حصل يعني؟ مش عارفه، لكن ان شاء الله يعني الامور تعدي بسلام. وبنتكلم برضو احنا مش عايزين اي غيابات او اي اصابات ابدا يعني، وبالذات لعبتنا الاساسيه حاجه بتبقى مقلقه شويه خلينا نقول. ولكن لو رحنا برضو وقلنا يعني، هل منطقي برضو هنرجع نقول تاني ان يكون في هذا الضغط؟ ممكن يكون في لاعب او يعني لاعب كره بيتحمل كل الضغوطات النفسيه والبدنيه اللي احنا بنتكلم عنها، لكن احنا مش عايزين نكون برضو يا كريم اداه الضغط. واكيد برضو في الاول في الاخر مصلحه منتخبنا بتهمنا، لكن عشان برضو نشوف نتائج ايجابيه محتاجين ان احنا نوفر الادوات اللي تساعد على تحقيق ده. ما هو 1+1=2 زي ما بيتقال يعني. فكره هنا تنظيم وقت اللاعبين الدوليين، يعني شويه تنسيق اعتقد بسيط حتى ان صح التعبير، كل حاجه ممكن ان هي تبقى مظبوطه مره ثانيه. على كل حال خلينا نقول النهارده ان شاء الله يعني احنا عايزين نتعامل مع مباراه الجزائر على انها واحده من اهم التجارب قبل بقى لما نتكلم عن دخول في منافسات كاس الامم الافريقيه، واحتمال طبعا يعني نقابل المغرب في الدور ربع النهائي زي ما حضراتكم عارفين، والاحتمال الاكبر كمان ان احنا هنقابل المغرب والجزائر في المباراه الفاصله في تصفيات المونديال. عشان كده هنرجع نقول ثاني ان هي فرصة مش هتتعوض للفريق والجهاز الفني، فبالتوفيق ان شاء الله ونيجي بكرة. بس اهم حاجة أيوة، يعني زي ما احنا متعودين بالظبط. صحيح طبعا، بنتمنى كل التوفيق للاعيبة المنتخب. طبعا كلنا استمتعنا بعد ما تابعنا اداء رائع امام السودان واهداف ملعوبة. الهدف الاول بتاع احمد رفعت حاجة كده لوز اللوز يا حضرات، وطبعا كل الاهداف حسين فيصل ومحمد شريف، وكلنا كمان شفنا تألق قفشة وزيزو وعمرو السولية. عايزين نستغل الدفعة دي كلها عشان النهاردة إن شاء الله نحقق انتصار يرد لنا كتير من هيبة الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وكمان يعني بشكل ضمني كده نوصل رسالة للكل إن لعيبتنا على قدر المسؤولية ونقدر نتغلب على الجميع بالتركيز وبالإصرار، وطبعا نقدم أقصى ما لدينا من مهارة وجهد وأداء متميز، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله.